نروح وياكم مشاهدينا إلى فقرة التغذية، وخلي نتعرف على النظام الغذائي مع الدكتور سيف الدين يوسف. بعدها راجعين. صباح الخير متابعينا الكرام، صباحكم رياضي جميل. اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، موضوع فئة الرياضيين الذين تركوا الرياضة، أي متقدمة أعمارهم فيما بعد سن الرياضة. عندما يترك الرياضة شنو نظام الغذاء مالته اللي راح يكون؟ شنو طريقة النظام الغذاء اللي خاص به تبع؟ هل هناك شيء معين؟ هل هناك شغلات يتركها، شغلات مثل ممكن يستمر عليها؟ بما يأخذ شغلات اللي يتركها، لازم يترك القضايا يعني الأكلات ذات سعرات حرارية عالية حفاظاً على الجسم والكتلة العضلية المتبقية له فيما تقادم العمر. نحن نعرف بعد تقادم العمر الكتلة العضلية تقل عند أي من الأشخاص، وخاصة الرجال أو أكثر من النساء تكون، وبالتالي نحتاج إلى الحفاظ على الكتلة العضلية المتبقية. نتجنب الأكلات السكرية والأكلات ذات السعرات الحرارية أو الدهون العالية أو الدهون المشبعة اللي هي يعني الأكلات السريعة والوجبات السريعة. نحاول الحفاظ على شرب الماء، الحفاظ على الكليتين وتنظيم الضغط وتنظيم السكر. ناكل أكل صحي بما يخص شغلة الخضروات، الفواكه، اللحوم البيضاء أكثر من اللحوم الحمراء، اللحوم المشوية المسلوقة أكثر من اللحوم المقلية، مع اهتمام بممارسة الرياضة بشكل دوري وسياق بشكل خفيف. بعض هذه الفئات يكونوا معرضين لا سمح الله لحدوث أمراض مثل أمراض السكري أو أمراض الضغط أو أمراض المفاصل. ننصح بهم بمراجعة أطباء الباطنية وأطباء المفاصل في حال حدوث هذه المشاكل لغرض تنظيم العلاج لهم وإعطائهم الوصفات المناسبة فيما يخص السيطرة على هذه الأمراض سواء السكر أو الضغط. ونرجع لكلامنا كذلك، همينة تنظيم الأكل جدا مهم، ويكون الأكل بشكل صحي مع استمرارية الرياضة. دمتم لنا ودمتم بصحة وعافية إن شاء الله.